لما عملت الفيديو الأخير اسمه أخيرا عرفت سبب الإسهال والموت المفاجئ للحمام، وكان السبب عندي الدورة الأصفر. الدورة الأصفر هو اللي كان فيه المشكلة، اللي هو كان عليه بودرة اللي هي بودرة الحشرات. لما منعته الحمد لله الحمام خف وبقى تمام في نفس اليوم. جات تعليقات كتير على الفيديو، فيه اللي قال ان هو الحمام كان عنده بيموت من الغلة اللي هي القمح، وفي اللي قال ان ممكن تكون المشكلة من الفول المسوس، وفي ناس قالت ان السبب عندهم البسلة. كل واحد عنده السبب، المهم هي من البودرة، بودرة الحشرات. طيب عموما احنا اتفقنا ان انت لازم لما يحصل مشكلة زي دي تغير البائع اللي بتشتري منه كلفة الحمام يعني. بس في سبب النهاردة هنتكلم عنه في الفيديو ده، سبب مهم جدا جدا جدا، وكلنا بنقع في الغلطة دي، او معظمنا بيقع في الغلطة دي الا يعني من رحم ربي، وده اللي بيتسبب في امراض الحمام اكتر من الكلفة كمان. حتى لو انت بتجيب كلفة كويسة ممكن بتنقل الامراض وانت مش اخد بالك للحمام. هقولك برضو ازاي، بس اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وتعالى نبدأ على طول الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السبب بتاع النهاردة هقولك، بس ما تزعلش، انت السبب فيه، انت السبب في الموضوع ده، ما تزعلش مني يعني، كلنا بنقع في السبب ده. هقول لحضرتك ازاي. حضرتك كل جمعة بتروح سوق الحمام تبيع او تشتري او تتفرج على الحمام او تشتري كلفة او تشتري ادوية من السوق او تتفسح حتى في سوق الحمام، تمام؟ ناس كتير مننا بتعمل كده. حضرتك وانت رايح السوق بتروح بهدومك، بتروح بلبسك، بتروح بحذائك، بترجع من السوق تطلع للحمام زي ما انت بنفس الحذاء اللي انت ناقل فيه الامراض، بتدوس في الزرق بتاع الحمام اللي في السوق بدون قصد، بقصد او بدون قصد، بتيجي تطلع لحمامك بنفس الحذاء بنفس الهدوم، يمكن حتى ما بتغسلش ايديك، وبتطلع للحمام تنقل الامراض وانت طالع للحمام. يبقى في الحالة دي لازم تعمل شبشب للسطح، او حذاء قديم، اي حاجة عندك قديمة لازم تعمل شبشب للسطح، حاجة تكون مستغنى عنها، وياريت كمان تعمل هدوم للسطح وتغسل ايدك قبل ما تطلع للحمام، تمام؟ واحد هيقول لي طيب انا ما بروحش السوق. خلي بالك مشكلة الشبشب دي او الحذاء بتاعك اللي انت بتروح بيه وتتمشي فيه في الشارع هو سبب كبير جدا من امراض الحمام اللي عندك. هقول لك كمان على حاجات تانية كمان، يمكن عادي يقول لي انا ما بروحش السوق، هقول لك كمان ايه السبب اللي ما بيروحش السوق. حتى لو ما بتروحش السوق يبقى لازم تعمل برضو شبشب للسطح، لانك ممكن بتروح العيادة البيطرية، بتروح للي بيعالج، الدكتور البيطري اللي بيعالج، دكتور البيطري اللي بيعالج ده او البيطري اللي جنبك اللي بيعالج ده مش بيروح له طيور تعبانة فيها امراض، انت بتنقل الامراض دي وانت طالع للحمام، بتروح له وبتيجي تطلع للحمام بتاعك بتنقل الامراض من البيطري وانت طالع كمان للحمام. يبقى برضو لازم تيجي تغسل ايدك وتلبس هدوم السطح والشبشب بتاع السطح او الحذاء اللي انت مخصصه للسطح ده. حاجة تانية كمان، كلنا بنروح نشتري فراخ مدبوحة، بنروح لبتاع الدواجن بتاع الطيور اللي جنب البيت بنشتري منه فرخة مدبوحة، بنقف طبعا بتكون صحية، ممكن وارد جدا ان يكون في عنده امراض تنقلها وانت رايح برضو عندك للحمام، ايه المانع يعني؟ يعني هو كده كل ده مشكلته ان انت لازم تعمل شبشب للسطح. طيب حتى لو ما بتعملش الحاجات دي كلها وانت بتمشي في الشارع، انت بتمشي في الشارع فيه طيور بتكون واقفة على اسلاك الكهرباء او على الشجر وبتعمل على الارض، وانت حضرتك ماشي بتاخد الزرق بتاعها ده في رجليك وتنقله وانت طالع للحمام، يبقى برضو لازم تعمل شبشب للسطح وتعمل هدوم للسطح وتغسل ايديك قبل ما تطلع السطح. ولو عملت كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي برضو ممكن في طيور عندك بتخش تاكل في السطح، العصافير، العصافير اللي بتبقى طايرة بتخش عندك بالمكان اللي انت مربي فيه الحمام، تاكل مع الحمام، يعمل الزرق بتاعها وتعدي الحمام بتاع حضرتك برضو وانت مش اخد بالك. يبقى لازم تقفل بسلك زي كده، تقفل الغية بتاعتك بسلك علشان تمنع الطيور العصافير انها تدخل تاكل عند الحمام. ده الموضوع ده استكمالا للموضوع الامراض اللي بتيجي من كلفة الحمام اللي فيها البودرة اللي السبب عندنا وكلنا قلنا عليه، في اللي قال من الغلة وفي اللي قال من الدورة الأصفر زي كان عندي، وفي اللي قال من البسلة وفي اللي قال من الفول المسوس،
كل واحد له السبب بتاعه، لكن هي برضو عموما كده كده من البودرة اللي بتتحط علشان تحفظ الحبوب. نتمنى ان التجار ما عادتش تحط البودرة دي. يعني كده خلصنا موضوع فيديو النهاردة، بس قبل ما نخلص هنوري الناس اللي هي طالبة الحمام اللاحم. السلكات فضيت يا جماعة، الحمام اللاحم اللي كان موجود اتباع معظمه، كان فاضل جوزين اللي معرفتش ابيعهم علشان تحتهم بيض او تحتهم زغليل، ما قدرتش انقلهم. بدأت اسكن مكانهم اهو باذن الله. نسكن هنا طبعا الفرد اللي بلاقيه عجبني، والفرد اللي لاقيه خلاص على وش التزاوج او ينفع يتجوز ان انا بجيبه، واشوف كل ذكر اشوف له نتاية. الحمد لله بدأت هنا اهوت، وهنشوف برضو في المكان التاني الشباب اللي انا بجوز منهم. وفي برضو هنا، في برضو هنا اهو مجموعة شباب وزغليل، لكن المكان التاني كله شباب. فان شاء الله على بال ما تعمر السلاكة هنبقى نعرضهم تاني للبيع، لكن انا مش عايز اعطي لحد اي جوز يطلع مش ذكر وانتهى من الشباب، او ان يكون حمام مش شغال. لازم اشغله اول واجربه وبعد كده اعرضه للبيع. وده طبعا الشباب اللي انا بختار منهم علشان نعمر منها السلكة من اول وجديد. بسم الله ما شاء الله مجموعة شباب حلوة، يعني باذن الله هيكونوا احسن كمان من اللي كان في السلكة. بسم الله ما شاء الله. لو شفنا اهو اهو جماعة اللاحم اهو، بسم الله ما شاء الله. كل ده على وش الشغل يا جماعة اهو، علشان اللي ياخد مني حاجة يبقى تكون مضمونة باذن الله ان هي شغالة. بس محدش يزعل مني، الناس اللي ما خدتش يعني اللي كانت طالبة اللاحم محدش يزعل مني، اديهم حاجة مضمونة باذن الله. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.